وعلى شهور الصدر وانتهى وعلى شهور وعلى شهور الصدر وانتهى وعلى شهور وعلى شهور الصدر وانتهى وعلى شهور والكنومير وعلى شهر حتى عوضتها وعلى شهر حتى المر حتى عوضتها وعلى شهر وعلى شهر طلبر حد عوضها وعلى شهر وعلى شهر وعلى شهر من عوضها وعلى شهر وعلى شهر وعلى شهر مرحب عوضها والسفينة شردتها وعلى شهر وعلى شهر وعلى شهر وعلى وعلى شهر وعلى شهر وعلى شهر الصدر وانتهى وعلى شهر 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 أطولت عوضتها وعلى شهر وعلى شهر وعلى شهر وعلى شهر أطولت عوضتها وعلى شهر 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 السلام عليكم، معكم الخير شباب جليل رئيس جمعية سبل الخير دوار مولي عزوز النخيل الشمالي. هذا هو اليوم السادس اللي كيجيو كيوقفوا فيه هذه السكينة هذه قدام مقر ولاية جهة مراكش أسفي للمطالبة بالإنصاف ديالهم وباش يكون يتم الترحية ديالهم كباقي السكينة اللي سبقاتهم. يعني اللي كيف ما قلنا في القنوات الأخرين قلنا هذا الملف هذا راه كان في عهد الوالي مهيدية. عاد الوالي مهيدية كان تم احصاء ديالو. انا غنجيب لك حتى الوثائق وغادي تشوفهم بعينيك. هذا الملف هذا كان في عاد الوالي مهيدية وكانت فيه 186 اجيب لك حدايا منتصر وكان في عاد الوالي مهيدية وعاد الوالي مهيدية تم الاحصاء ديال هذه الساكنة 186 واحد. يعني حتى تم فدابا كيقول لك كاينه 138 من بعد مرور 12 عام. واش شي دوار الا بقى 12 عام كيتزاد ولا تيتنقص؟ يعني بالعقل وبالمنطق وبالحكمه وبجميع الشرائع والقوانين غادي نفهموها بلا الدوار غادي يتزاد ما غيتنقص. انا ما فهمتش كيفاش حتى قال لك الدوار غادي يتنقص. وفوق هذاك الشيء حنا كنتكلموا مع ادارات ما كنتكلموش مع اشخاص. غادي يمشي والي ويجي والي، غادي يمشي مقدم غيمشي قايد وغيجي قايد، غيمشي باشا وغيجي باشا. يعني علاش كنتشخصنوها وكنتسموا وكنهضروا مع مع اشخاص؟ الشخص اللي جا خصنا نهضروا معاه بوحدو. انت
هذا لائحة أسماء دوار مولاي عزوز المتضررين والمطالبين والمطرحين إلى عين سليم. هادشي في 2012. هاد النسخة من هاد الأسماء هادو كاينة عند الولاية، كاينة نسخة منها عند الولاية. هاد النسخة هادي كاينة نسخة منها عند السلطات. هاد النسخة هادي كاينة وحدة منها عند العمران. يعني كاينة 186 تم التوافق عليها وحضرة العمران وحضرة السلطات وحضر الوالي وحضر الكاتب المحلي ديال الولاية وحضروا جميع وتم التوافق. وهاي نسخة اوكي، نتحدى شي واحد يقول لي ما كايناش هاد النسخة داخل الولاية، كاينة في الأرشيف ديال الولاية. هاد النسخة هادي نتحدى شي واحد يقول لي ما كايناش داخل الأرشيف ديال المقاطعة، كاينة. نتحدى شي واحد يقول لك هاد النسخة ما كايناش عند العمران، كاينة عند العمران. حتى دابا كنجيو كنتفاجئوا، يعني تيقول لك كاينة 138، ما فهمتش كيفاش داروا لهاد الشيء، كيفاش اعتمدوا عليه. وفوق هذاك الشيء هاد النسخة هادي حتى بدا الترحيل وصيفطها أنا للسلطات المحلية. أنا كنقول كلامي ومحسوب عليا. هاد النسخة هادي صيفطها وحدة منها للسلطات المحلية، تنقول هاد الكلام ومحسوب عليه. حنا هاد الملف هذا كنضلوا عليه تقريبا ما يزيد 14 عام. وحتى الملف ديال دوار مولاي عزوز واحد هاد التصاميم والبناء. حنا هاد الملف ديال مولاي عزوز هو واحد وجوج حنا متبنيينه من شحال هادي. هذا حقنا كمجتمع مدني، ومن حقنا المجتمع المدني كيعطيك الحق في اشراك ديال دستوريا تشرك في اي راي وتعطي في اداء الراي. حتى واحد ما تكلم معنا، حتى واحد ما بدا معنا. هادشي اللي كنديروا دابا، اللي كنديروا دابا هاد الوقفات الاحتجاجيه وهادشي راه حقنا دستوريا، حقنا دستوريا. وفوق هذاك الشيء ها القانون الاساسي ديال الجمعيه ديالنا راه عندنا فيه بالله عندنا الحق الوعي والمواطن وكيفاش يطالب بحقه بطرق سلميه، دايرينها في القانون الاساسي ومكاشيين عليه ومكاشيين عليه السلطه. وطبقا للفصل 40 بالله عندنا الحق باش نهضروا على الحقوق ديالك في الا كانت في شي حاجه فيها كلميه للبلاد. وهادشي راه ما كاينش شي حاجه ديال 60 عائله باغا تشرد، هاد راه ماشي 100 ديال البلاد كنضلوا عليها باش ما تشردش، كنضلوا عليها باش تاخذ الحق ديالها كباقي المواطنين اللي استافدوا، كنضلوا عليها دب واصغر واحد في هرم الدوله ينوض يدير ما بغى. وكنقولوا هذا الشيء حتى واحد ما بغى يجي يدير بحث في مولاي عزوز. انا غنقول واحد القضيه بالنسبه للمرشحين اللي قال لك ما عرفوا ما يديروا، علاش؟ حنا نوريهم اش يديروا، في هذا المنبر هذا نوريو المرشحين اش يديروا، يطالبوا بدوره استثنائيه ويديروا اجتماع ويجيو يديروا زياره ميدانيه للدوار ويتاكدوا من الكلام ديالنا بالله واش كذوب ولا صحيح، ويديروا واحد الملتمس للولايه. راه هما اللي عندهم القوه وعندهم الاليات اكثر منا، يعني هما اللي خاصهم ينضلوا عنا، ماشي احنا كمجتمع مدني. كمجتمع مدني يعني حنايا هذا حق دستوريا كنطالبوا لهاد الناس. ما يمكنش 61 واحد يقول لك لا ما كانوا ساكنين، شويه يقول لك لا نديروا لهم الادماج، والطواليت استفدات، الحمام استفد. في 2018 جات العمران ودارت واحد المشروع في دوار مولاي عزوز جوج، وتمد كل عائله دارت لها روكار، كل عائله دارت لها روكار. يعني حتى كنتفاجئوا حاليا كيستافدوا عائلات ما عندهمش الروكار. اشنو هي معنيه العائله ما عندهاش الروكار؟ معنيتها بلا جات من وراء 2020، من وراء 2020 وكيستافد حاليا، كيستافد حاليا. يعني عندك الروكار خاصك تستافد. راه كون بغاو يلتجئوا للمجتمع المدني غادي نسهلوا لهم الامور ونبسطوا لهم الامور ونوريهم كل روكار. ها هو هاد العائله راه دارتها العمره، العمره راه عارفه شحال من روكار دارت في مولاي عزوز. حتى دابا باقي الناس اللي عندهم الروكار واللي ما عندهمش الروكار مشاو استافدوا، مشاو استافدوا، وطواليطات دازوا وحمامات دازوا. تنقولوا هادشي وحنا كلامنا مسؤولين عليه، واش حنا كنكذبوا قدام الصحافه وقدام الولايه؟ واش حنا حمقين نجيو قدام الولايه ونبداو نخرجوا هاد الهضره هذه، نخرجوا هاد الهضره هذه؟ ما تنكذبوش، بغينا حنا كنطالبوا بفتح تحقيق، بفتح تحقيق في مولاي عزوز. يجيو الناس مسؤولين يفتحوا تحقيق في مولاي عزوز ويشوفوا داك الشيء ويشوفوا، ونجيو نوريهم البيوت اللي استافدوا وما عندهمش الروكار، والطواليطات اللي استافدوا والحمامات اللي استافدوا، والناس هما كاينين. نقول لهم ها هو عنده الروكار ديالو وهو باقي هنا ما تحركش، هذا عنده الروكار ديالو وهو باقي هنا ما تحركش، وعلاش هذا ما عندوش الروكار؟ يقول لك لا راه العمران نسات ما دارش لهذا الروكار. هذا راه تخربيق، هذا العمران ما نسى حتى شي واحد، كل واحد، ولا نسى شي واحد. في 2020 كنا حنا كمجتمع مدني غادي نضلوا عليه باش يعطيه الروكار. حنا خدمتنا كانت هي النضال على ذاك الملف ديال مولاي عزوز، واي حاجه كتقيسوا كيتفضوا كنعيطوا لاراديما، كي في الواد الحار كنعيطوا، كانوا جميع الناس كيتجاوبوا معنا الحمد لله، كاين الناس اللي كيتجاوبوا معنا. ولكن ما فهمتش مؤخرا كيفاش تم هذا الاقصاء. انا راه ما بغاش تفهم ليا
وهذا الاحصاء راه ما غيتفكوش عليه، غادي نبقاو نناضلوا عليه حتى لاخر رمق. اخر رساله ديالي كنطالب من السيد الوالي ديال ولايه جهه مراكش، اما يشوف بعين الرحمه في هاد الناس، اما يدير واحد فتح تحقيق في مولاي عزوز، يجي يفتح التحقيق في مولاي عزوز والظالم ياخذ الجزاء ديالو. هذا هو المطلب ديالي عاد. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام بان ساكنه دور مولاي عزوز جوج كتطالب بالحقوق ديالها، تم ربما تم الاقصاء ديالهم ولا الادماج ديالهم، قالوا لهم جوج فساس وما بغاو، كل واحد بغى الساس ديالو، وهذا حق ديالهم مشروع. نلتقي في بث مباشر اخر باذن الله.